محمد العراق القائد الميداني بعملية بركان الغضب، ورحب بك بداية سيد محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم حياك السلام. الله سيدي فاضل وحيا الله مشاهديك الكرام. سيد محمد، لو تحدثنا عن آخر المستجدات الميدانية في كلا من المحاور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. حقيقة اشتباكات يعني مواجهة مباشرة مع العدو لا توجد أي اشتباكات، ولكن يعني كما هو الحال منذ عدة أسابيع يعني أو عدة أيام هو عبارة عن تراشق بالمدفعية، كما سمعتم اليوم عبر ناطق باسم الجيش الليبي بنونو أن قواتنا دمرت مخزن للذخيرة في معسكر الهروات معروف في منطقة جبل بومجير، وكذلك تم استهداف المعهد العالي وهو متواجدين به مجموعة من ميليشيات الفاغنة الروسية، وكذلك يعني متواجدين به ميليشيات مجرم الحرب حفتر. يعني أكثر من ساعة وأصوات الانفجارات في هذا المكان، وكذلك هناك فندق معروف عندهم اسم الفندق هناك في منطقة جبل بومجير تم استهداف اليوم عن طريق المدفعية، وكذلك يعني تم قتل في هذا الفندق العديد من مستوطنة مجرم الحرب حفتر، وكذلك قواتنا الاستطلاعية يعني تقدم في اليوم في محور صلاح الدين أكثر من نصف كيلو، يعني تم تنشيط المنطقة وتقدم في أماكن جديدة لوجود لشيات الحرب حفتر، ولكن كما قلنا سابقا هم يعدون عدة ربما لاقتحام مدينة غريان.